أندية مصرية ترغب في التعاقد مع مهاجم الوداد. كشف وكيل أعمال مهاجم الكونغولي جيم بينزا أن موكله توصل بعدة عروض احترافية أبرزها من الدوري المصري، وحسب ما صرح به موقع صدى البلد المصري مؤكدا أن اللاعب سيخوض مغامرة جديدة. وقال مصطفى منور وكيل أعمال اللاعب: بينزا يريد خوض مغامرة جديدة مستقبلا، مضيفا إلى أن بينزا لن يستمر في صفوف الوداد الرياضي الموسم المقبل، فهو منتظر نهاية الموسم ومن ثم الانتقال إلى نادي جديد. وتابع قائلا: بينزا لديه العديد من العروض في الدوري المصري أبرزها بيراميدز والزمالك. وأضاف: كانت هناك مفاوضات منذ مدة مع الأهلي المصري لمعرفة طلبات اللاعب، ولكن لم يحدث تواصل مرة أخرى. واختتم حديثه قائلا: نقوم بدراسة العروض بشكل جيد في الوقت الحالي، ومن ثم حسم مستقبله في نهاية الموسم. صاحب 22 سنة يعتبر من بين أحسن المهاجمين في البطولة الاحترافية المغربية، لعب هذا الموسم بقميص الوداد 36 مباراة، نجح في تسجيل 16 هدف وصنع 4 أهداف لزملائه في الفريق، وتصل قيمة اللاعب التسويقية في بورصة اللاعبين ل 1.3 مليون يورو في آخر تصنيف للاعبين طرحه الفيفا. رئيس الوداد يتعافى من فيروس كورونا. تعافى سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم من فيروس كورونا بعد أن جاءت مسحته الأخيرة سلبية. وعانى الناصري من مضاعفات كورونا نحو أكثر من أسبوع، إذ كانت التحليلات التي خضع لها بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا إيجابية ليقوم بعزل نفسه واتباع بروتوكول العلاج المتبع بالمغرب، وهو ما كان سببا في غيابه وتخلفه عن الاحتفالات التي استمرت نحو أسبوع بالدار البيضاء والتي خصصها منتسبو وإلتراس فريق الوداد الرياضي بعد التتويج القاري الثالث لدوري أبطال إفريقيا التي فاز بها الوداد أمام الأهلي. ونقل الناصري عبر أحد المواقع الإلكترونية تقديره لكل من سأل عنه وأواساه خلال فترة مرضه، مضيفا أن كورونا ما تزال حاضرة وينبغي توخي الحذر، كما شكر كافة الجماهير الودادية التي توجهت له بالدعاء بالشفاء. وينتظر الوداد الرياضي فترة حاسمة بالدوري المغربي وكأس العرش وملفات عالقة للاعبين شرفت عقودهم على نهايتها، وآخرون مرغوب في التعاقد معهم بعد تسوية نزاعات الفريق داخل الفيفا. عروض أوروبية مغرية لنجمي الوداد. تنهال العروض المغرية على فريق الوداد الرياضي للتعاقد مع نجمي الفريق أشرف داري ورضا الجعدي في الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوردت مصادر مطلعة أن الوداد الرياضي توصل برغبة من فريقين فرنسيين للتعاقد مع داري والجعدي بمقابل مال مغري في ظل تألقهما ونيلهما ثناء الجماهير والنقاد في الموسم الحالي. وتابع أن داري يثير اهتمام فريقين وعرضهما تعدى المليار سنتيم، بيد أن الوداد الرياضي يرفض الاستغناء عن نجمه في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك برغبة من اللاعب الذي ينوي الاستمرار والمشاركة في السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية. فيما توصل الجعدي بعرض من فريق فرنسي يتعدى هو الآخر مليار سنتيم، إلا أن اللاعب أخبر المكتب المديري لفريق الوداد الرياضي برغبته في البقاء والمشاركة في المونديالتو. وبات نجوم الوداد الرياضي تحت المجهر في انتقالات صيفية بعد التألق الملفت في الموسم الحالي، وخاصة بدوري أبطال إفريقيا الذي تكلل بتحقيق اللقب على حساب الأهلي المصري. اجتماع بين الركراكي والناصري قبل معسكر الديربي. يعقد وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي اجتماع مع رئيس النادي سعيد الناصري بشأن التحضير لموقعة الديربي، ويصطدم فريق الوداد الرياضي بغريمه الرجاء في 19 من مايو الجاري ضمن الجولة 25 من الدوري، والذي سيكون حاسما بشكل كبير لتحديد بطل الموسم خصوصا في حال فاز الوداد. ورجحت مصادر أن يكون معسكر الفريق خارج الدار البيضاء مثلما حدث قبل مباراة الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك لإبعاد اللاعبين عن الضغوطات، خاصة بعدما تأكد أن الديربي سيلعب خارج مدينة الدار البيضاء. ويتصدر الوداد جدول الترتيب للدوري المغربي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي الرجاء ثانيا برصيد 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الوداد، مع تبقي 6 جولات على نهاية الموسم. إذن في حال فاز الرجاء الرياضي فسيشتعل الصراع بين الوداد والرجاء أكثر للظفر بلقب البطولة التي فاز بها الوداد الموسم الماضي. المدرب يعود للوداد.
يعود وليد الركراكي مدرب فريق الوداد للإشراف على تدريبات فريقه تحضيرا لمواجهة الرجاء في الديربي برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي. من المنتظر أن يباشر وليد الركراكي تحضيرات الفريق الأحمر بعدما غاب عنها لمدة قصيرة بفعل مشاركته في الاختبار النهائي لنيل رخصة تدريب كاف برو. وسينهي الوليد الركراكي يومه الجمعة 9 يونيو مشاركته في هذا الملتقى ليلتحق بالإدارة التقنية لفريق الوداد. ويشار إلى أن فريق الوداد الرياضي بدأ استعداداته عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في غياب المدرب وليد الركراكي. وخاض الركراكي رفقة 23 مرشح آخر في الفترة الممتدة ما بين 6 و 10 يونيو الجاري بمركز محمد السادس لكرة القدم في المعمورة للاختبار النهائي لنيل رخصة التدريب كاف برو. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء. هذا النجم على رادار الوداد في الميركاتو. أفادت مصادر مطلعة أن لاعب المولودية الوجدية عبد الله خفيفي دخل ضمن اهتمامات فريق الوداد الرياضي للاستفادة من خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة. وأضافت مصادر أخرى أن المفاوضات انطلقت مع اللاعب منذ مدة في وقت يركز اهتمامه وتفكيره مع ناديه الحالي من أجل تأمين بقاء مولودية وجدة في القسم الأول. وأضافت ذات المصادر أن اللاعب خفيفي سيتقدم في المفاوضات مع الفريق الذي سيضمن له وضعية مريحة تضمن له البقاء. وأشار المصدر ذاته إلى أن خفيفي لا يمانع في الانتقال إلى فريق الوداد الرياضي أو الرجاء، لكن تركيزه منصب على الدفاع عن ألوان المدينة وفريقها. يشار إلى أن نادي مولودية وجدة يحتل المركز 14 ضمن ترتيب أندية البطولة الوطنية لكرة القدم برصيد 25 نقطة جمعها من 24 مباراة. وسنوافيكم إن شاء الله بآخر تطورات هذه الصفقة بمشيئة الله. خليكم معنا باشتراككم.